بتسوى ذهب. ايه يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا اهلا وسهلا. هاي الارض لك ما هيك؟ تقدر تعتبرها الي. ليش عم تسال؟ انت ملاك لما بتشتغل بالارض؟ نفس الشيء، ما بتفرق كثير. بس ليش عم تسال؟ لك يطول بالك علي، يطول بالك علي وخذني بحلمك. ها؟ بس بدي اسالك، هاي الارض معك طابور رسمي فيها؟ هالورقة ما بتلزمني، مثلها مثل قلتها، بس لهلا ما قلت لي، ليش عم تسأل؟ هاي الأرض إلي. شلون إلها؟ لخي أنا صاحبها وردتها من واحد لواحد لواحد لحتى صارت إلي. الظاهر إنك تزوجت نظمية خانم وموتة. إيه، مبروك عليك الأرض. بقى مر علي كل راس سنة لحتى أعطيك الألفين ليرة أجار الأرض. إيه بس أنا بدي بيعها. إيه الله يسر لك. عفارم عليك يا هيك رجال يا بلا. تفضل اشرب شاي. لا لا شكرا. بس ما قلت لي بخصوص الأرض شو قررت؟ وأنا شو خصني بالبيع؟ أنت ملاك وأنا مرابع، بدك تبيع بيع، ما بدك تبيع على كيفك. إيه بس بسلامة فهمك، إذا بدك تضل بالأرض ما حدا بيشتريها مني. هاي مشكلتك مو مشكلتي. طيب بنتفاهم بنتفاهم. عود كان لنتفاهم. وهي قاعدة يا رب. آه يا أبو سعيد. آه يا أبو سعيد. سلامتك من الله. الأولاد كسروا لي ظهري. سلامتك سلامتك. لا تقاطعني، خلي لي في الشلك قهري. إيه تفضل. أنا من أول ما كنت صغير ما بعرف حالي غير عم اشتغل بهالأرض. خلف سبع شباب، قلت بكرة بيستلموا الأرض من بعدي. بس يا خسارة، ما طلع لي خير من حدا منهم. كلهم نزلوا على المدينة يشتغلوا وتركوني مثل ما أنك شايف، ولحق لهم إذا بتلحق. صحيح هالأرض طيبة وموسمها مليح، بس طلباتهم أكتر وما عاد فيني لحق لهم. يلي بده يسافر، ويلي بده يسوي مشروع كبير، ويلي بده يتجوز ويشتري بيت. آه ويلي ويلي. المهم أنا هلأ مضطر أقبل عرضك اللي بدك تعرضه علي، بس من شان ما ناخد ونعطي كتير بدي نص الأرض إلي والنص التاني بترك لك إياه لتبيعه للي بدك إياه. شو قلت؟ موافقة. لا حماتي شو موافقة ما موافقة؟ شبك انت هيك بيقول لك تتجوزيني خبط لزق تقولي له موافقة؟ نحن مو موافقين. منو انتو عمو؟ انا وصفاء. انا موافقة. لا ايه انا مالي موافقة. حكا قال يعني حكا. ليش انت منو انت؟ مين اصلا طالب منك توافق ولا ما توافق؟ انا انسانة بالغة راشدة وبكامل قواي العقلية والجسدية وباصمة بالعشرة وموافقة. لك بعد كل اللي بتعرفيه عن عمي تقولي لي موافقة؟ ليش ابو عمه؟ اسم الله حوله حواليه مثل ما بيقولوا المصاروي. راجل ولا كل الرجال. هلا كل مين لبس بنطلون صار رجال؟ ليش انت مالك لابس بنطلون؟ يعني مالك رجال؟ رجال ونص انا. ايه وعمك كمان ابو سعيد رجال وثلاث ارباع. عمي عاوزك كلمتين تعمل عينك ما بتبطلي هاي العاده انت بتضلي مأذيه هيك عادات الاذى قوم معي قوم عاوزك لوين لوين عمو لك افرح يا قلبي ما قلت لك لك غمزتك غمزه غمزه الله يتمم بخير يا رب امين
ما بدي اقعد. اقعد عمي، اقعد. اسمع، انا عم بنصحك اوعى تتورط وتتجوز عماتي. ليش بقى؟ لسببين. السبب الاول، حماتي حبابة القرش، يعني هي ما بدها اياك، بدها مصاريك، حاطة عينها على مصاريك وبدها تشفط لك ياهم. من زمان منيشني عليهم، رح تشفطهم كلهم. وشو السبب الثاني؟ حماتي ممروضة، معدة، كولون، أعصاب، بنكرياس، أمعاء غليظة، أمعاء رفيعة، نفخة، غازات، التهاب، وجع. أخ طالع من دكتور، فايت لدكتور، وكل دكتور بيسلخها راشية 12-13 ألم عم يشربوا فيها. وأقعد بقى يا أبو سعيد، إذا تجوزت بعد عمر طويل على دكاملي دكاملي رشيدات. وإذا قلت لك بدي أتجوز جكر فيك، ادفع اجر التاكسي والظاهر ما معي فراطه. يا انا معي لو سمحت. هون لك ما حلو انت تدفعي، الرجال لازم يدفع. ما معي فراطه. ما معه فراطه. معك؟ ايه معك. اخذ منك على العداد. ايه طب شو ارفعه؟ لك اليمين فاضي، رح ضيعها. لك لحالك شو تعيس الشاطر؟ بدك تفوت كلها، بدك تفوت كلها. لك لك لا 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 روحينا روحينا. اهلي ابو نبيل احلى كول. عيد عليك لعيب. فهموني مين الفوضى؟ الله ما بعرف. مو فات جول بابا. الله حيو. مين فوته؟ مثلي قاعد انت. يلا خلصوني يلا. قوم قوم بابا، قوم اشلح بجامتك، اعطيها لامك والبس غيرها. قوم خلي اختي تقوم بالاول، انا بحكي احضر المباراه. خلصوني قوم كلياتكم يلا يلا يلا. ايمين لك الله لا يعطيك عافيه. قوم كلياتكم. ايه ايمين قوم يلا. خلصنا يلا بابا يلا. خلص خلص رح روحك كده. امشي قدامي امشي. خدي ماما هاي تياب ابي وتياب اخي وتيابي. حطيهم على الطاولة. طب ليش عم تعذبي حالك؟ لو جبتي غسالة اوتوماتيك ما احسن لك؟ شو قلتي؟ اوتوماتيك؟ روحي ماما، روحي فرجي على التلفزيون روحي.
بابا نحن ما صدقنا انت ستك كفت مغيا انبستينا انت. خلينا نشوف المباراه مثل العالم والناس. شو افكار متى ما وصلت الواسطه للفطبول بحياتنا ما مفوت جول. شرف شف لي الغساله. شو بقى الغساله؟ ما عم تشتغل. هلا صلى عندك هالعمل وما كنت تعرفي تشغلي. يا نبيل ما عم تدور معي، قوم شغل لي اياها. قوم بروسلي قوم شوف للغسالة لامها. انا بدي احضر المباراة، هلا اذا عمت بروح على شي جول. وانا كمان بدي احضرها، بلكي لها علي انا شو بقول. هلا بتقوم تشغل لي اياها ولا بتفت التلفزيون وخليك تتفرج؟ لا بقول لانه اذا شغلت لك يا في امل نرجع نشوف كمالة المباراة. يلا. حيا الله حيا الله حيا نبيل، مين فوت الجول؟ يا كلابها يمين فوق نط الهواء شو كتر ماشي احسن منك. لك الجمعة الماضية ما كان فيها شيء، كان تفتل مثل البريمة. ما بعرف انا حطيت الفيش بالكهرباء ودورت دورت 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 اشتغلت حبيبي. صار لعنا 10 سنين حاجة تفني البني ادم عم يفنى، هي ما رح تفنى. لك شو فنيت ما فنيت؟ تعي لهون لفرجيكي شلون بترجع بتبرم مثل البريد. ما فيها شيء. حبيبي لا تحبي الكهرباء اوعك. لا تخافي. جول ابو يعني روحتي علي جول. جول جول جول. شو في شلون؟ ضعصي ها؟ ابرمي. صار بدنا دكتور يعرف شو مرضها. هي حاجة تجيب لها مصالحين وتحط عليها مصاري، ما بتستاهل. بتستاهل ولا ما بتستاهل؟ شو بدنا نساوي؟ شو يعني بدك ترجعي تغسلي على ايدك بنت ستي؟ حبيبي شو رأيك تجيب لي غسالة اوتوماتيك؟ المهم انا شو بعمل؟ بحط الغسيلات بالغسالة وبروح على الشغل، برجع بلاقيها الله يرضى عليها غاسلته ومنشفته وانا ما بصفى علي غير نشره. وبيجي اخر النهار وانا مبسوطة ومرتاحة مثل الليرة. رايح انا. وين رايح؟ رايح لعند الاوتوماتيك. جول! وهي طاروا 20,000. يا على قطاطك يا مسعيد شقت يا بشي دمك مهضوم. خلصني هلا قلي شو بتشرب؟ مي. لا خلي نشرب قهوة. أنا ما بدي. يرسون لو سمحت فنجانين قهوة. فنجان واحد. خليني نجيب لك كاسة شاي. كم مرة قلت لك ما بحب المنبهات؟ خلص فهمنا فهمنا. فنجان قهوة وكاسة مي. بنرجع لحديثنا. شو بدنا نساوي بحق الارض اللي بدنا نبيعها؟ ما بعرف انت شو بتشور علي. الشغله ما بدها مشوره، الله مبارك بالتجاره. بس انا ما بعرف بالتجاره. ليش انا شو بني مو معبي عينك؟ ما بدي اعذبك واشغل لك بالك. عذابك راحه، انت بتأمري بتأمري. على كل حال بعد ما بنتجوز نحكي بالموضوع. انت بتحبي نتجوز بس لبيع الأرض بس؟ حاجتك بقى تحكي عن مصاري والأراضي؟ خلينا نحكي شوي عن حالنا. شو بدنا نحكي؟ قلي لي شوف شو عجبك فيه لحتى خطبتني. لا تحرجيني. تفضل حكي تفضل. يلا يلا تفضل سكر وراك. يلا حبيبتي طولي بالك شوي.
خلاص ولا هو هيك بيحكي انا حبيبته لك هرهد. خلصنا عنا طولي بالك حبيبتي دقية. مسكي حبيبتي علي هاد شوي. مسكي ولي علي هاي. هاي البليضة هاي طول عمرها كانت تبرم مثل البريني. اليوم مدري شو صار لها ما عادت برمت مثل البريني. هي برمي انت برمي. كمان انت برمي كمان. وانا ما بشوفه هلا. شو صار معك؟ طولي بالك حبيبتي ثواني. خلاص ها؟ شو عم تعملوا؟ شو عم نعمل يعني؟ عم نصلح لك الغسالة لحتى تعرفي يا صفصف انه طلباتك اوامر. على حساب رحت تجيب لي غسالة اوتوماتيك. مزبوط، هو انا رحت لاشتري لي غسالة اوتوماتيك، بس لقيت كل المحلات مسكرة. صفنت، قلت يا ترى انو احسن ارجع ويضل الغسيل منقوع ولا لاقي حل للمشكله. جبت معي الدكتوره ابو السعود وقلت بصلح لك اياها لتعرفي اني انا مرضي. مرضي مرضي كثير، خزيت العين حولك. صفصف روحي بقى خلينا نعرف نشتغل. ايه دكتور شو صار معك؟ بلا حبيبتي ها؟ انا بده يفهم انت ليش بصلتك محروقه؟ لسه ما بين شيء. لك يا حبيب قلبي ما بدي اعرف شو عم تساوي. هذا فيشته ما فيه شيء، بس ما يكون موتور مكربش حبيبتي. راس ولا شو يعني الشغله فيها شغله قلب؟ طولي بالك حبيبتي طولي بالك، حط ايدك نقلب هذا الغساله. كل مره بتشغلني عندك انا ها؟ طمني ان شاء الله القلب مصايبته جلطه. طولي بالك هات واحد بينسى. ايه على راسي هاي واحد بينسى. واحد بينسى شو في شي صمام مسكر؟ طولي بالك خدو بينسى خدو بينسى. هاتي واحد مفك. هاي واحد مفك. واحد مفك بده قسطره. طولي بالك طولي بالك. غريبه هذا الموتور ما فيه شي. ايه الحمد لله. بدك وين العطل؟ هلا مسكوا. انا في واحد فاره ملعون عادد هون. ما كنت حاسبه هالحساب. يبعت لك حمى يا ابو سعود بسبع اشكال تراجعك لبلدك كرفتي يا حق الفارقة. شو صار معك؟ طولي بالك بابا دقيقتين طولي بالك بس حطوا ايدهم معي خلينا نرجع هذا. اشتغلنا اكثر منك نحن. طولي بالك طولي بالك شغلي لشوف. الله اكبر هيك يا عيني عليك دارت مثل البرلمه. الله حيو الله حيو فضحتنا بالحاره شباب. يا سيدي انت اهم دكتور جراح بكل هالحاره مستر فريسكو. يعني يعرف انه هذا معلمية مو قرش عجوة. ما كنت حاسبة هالحساب. يبعت لك حمى يا ابو سعود بسبع اشكال تراجعك لبلدك كرفتي يا حق الفارقة. بنمشي. شو ملي؟ إيه لا ما ملي بس يعني نعست بدي روح نام. خلينا شوي نام. صرنا ثلاث ساعات قاعدين حاجة. مثل ما بدك بس لا تنسى بكرة عازمتك على الغداء. شو بدك تغديني؟ اللي بدك يعني. إذا بدك كبة كب كب لك، نحشي بحشي لك، فرنك بفرد لك. إيه ولا شو كل هالتبذير؟ لا تتعبي حالك، أكلي واحدة بتكفي. طيب أنت أمرني أنو أكلة بتحبها لساوي لك ياها. بطاطا مسلوقة. بطاطا مسلوقة هي أكلة؟ هي أكتر أكلة بحبها. إيه بطاطا مسلوقة بسلق لك. لمين هي المية؟ حق فنجان القهوة اللي شربناه. هلا حق فنجان القهوة صار بمية ليرة؟ ايش هو قامت لقيامة وأنا مالي دريان؟ لا هو حقه أقل من هيك بس هدول بخشيش للجرسون. شوفي صحيح أنا كريم ومو بعين المصاري بس ما بحب كب مصرياتي كب، بحب كل قرش ينصرف بمحله. جرسون. نعم أستاذ. قديش حسابك؟ 50 ليرة. أعطيني 50.
انت بدك تعطيني 50 ولا بدي اعطيك؟ اعطيني لاعطيك. شرفي. تفضل. شرفي مدام، شرفي. يا الله. ما شاء الله على الزباين. الله لا كان جابها. بابا انا ما بيلبق لي غسالة اوتوماتيك، لازم تضل ابرم بايدي طول عمري لحتى يخلع كتفي. ماما ساعدك بشي؟ لا ما بدي شي. طيب اصر عنك شوي. ما بدي شي خلاص. ماما. نعم. ماما البابا مرمر تمه بده خيارة. بالله شو خد له تنتين للمرة. تعالا سكر البراد منيح. خلي اختي تسكره. روحي سكر البراد. ما عم يتسكر، مربي تاش حواليه. طبعا ما بده يتسكر لانكم بتضلوا بتفتحوه ما بتسكروا منيح. زيحي من خلقي. انا بسكره بس اخي ما بسكره. جيب لك سكينة. هاتي يلا. انا بحاسبه. ماشي الحال وصله وحاسبه وانت حاسبه كمان. حال عيني. لا تنسى بكره عزيمتك على الغداء. كيف بدي انسى؟ ما بنسى ما بنسى. يلا خاطرك. الله معك، مع السلامه. ايه سيدي شو طلع عدادك؟ ما بدك تروح على البيت؟ لا لا حاس حالي تعبان شوي بدي اتمشى. 29 ليره. تفضل. هاي 70. لك شو 70؟ وين الليرة؟ ما معي فراطات. هات الليرة، هات الليرة. خود عمي مسامح بالأربع ليرات. الله يسامحنا جميعا. أنا كل ما عاد ما بيننا. ما على وسطك ما. رورو الله ما. طيب كتير 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 انبسطنا، يعني قد ما بقول لك انبسطنا قولي اكثر. ان شاء الله يا رب على طول بتضلي مبسوطه. اما يا نبي عمك طلع سكره سكره دايبه. هلا انت من كل عقلك حماتي عم ترسمي على عمي بدك تتجوزيه. لك من نص عقلي بدي اتجوزه. انا بدي مصلحتك، اسمعي مني يا حماتي، انت غالي علي، بدي مصلحتك. ما بصير تتجوزيه لسببين اثنين. ها السبب الاول. اول شيء عمي واحد ممروض على طول موجوع، بحصه، كلاوي، امعاء غليظه، امعاء رفيعه، بنكرياس، كولون، نفخه، غازات، فايت من حكيم طالع من حكيم، وكل دكتور بيقدح وراشيته 13 قلم. وبكره انت حماتي على التك. يا لطيف شو بدك تكي للحكمه مشان عمي. وثانيا عمي ما بيحبك، طمعان باملاكك، بكره بيقشطك ياهن وبيرميكي على الطريق. يعني بياكلك لحمك وبيكبك عظمي وبلشوا الكلاب يعووا حواليها. انا حماتي حواليها يكون في كلاب ما بيهون علي يا حماتي. اصلا هو لو مو ايده ضابه وبيلعب ملاكمه ما كانت حالتي انا هيك. انا ابن اخوه الوحيد ما صرف علي قرش واحد، المفروض يجخ علي اكثر من كل هالعالم، بس حباب قرش هو. بالعكس عشاني اغلى عشا وشربني اطيب مشروب. بشوف بعيني ما بصدق انا.
نبيل هي مقتنعة فيه، عقلة براسها بتعرف خلاصة. عجبتني عجبتني هاي صوري، عقلي براسي بعرف خلاصي. أنا كم مرة فهمتك هالشوازة مو من صالحنا. أيوة الظهر وبان عليك الأمان صهري، بينت على حقيقتك انكشفت. ما بدك يعني اتجوز عمك مشان تورته أنت؟ يا لطيف يا لطيف ما أطمعك يا لطيف، أنا لسه ما شفت من حكايتك. لا لا لا، وكمان ألعب من هيك إنه بيحكي على عمه مو على حدا غريب. عشان يتجوز علي. لك لا تخافي وحياة عينك يا صفا، مالي تارك له نقلي نقلي يورته مثل ما بيقولوا المصاري. أنا نظمية والأجر على الله. شايف انه الهدية يلي جبت لأمي صغيرة شوي؟ بدي نام. حبيبي شو رأيك تجيب لها براد جديد بدال البراد المهرهر يلي عندها؟ صغير زمان. بدي نام. يعني حبيبي هي ما رح تحمل البراد على كتفها وتروح، اكيد رح يضل لنا. بدي نام. شو قلت حبيبي؟ بك بدي نام. نام ناموا بقى ناموا، بكرة عنا فاعة على بكير نروح على المدرسة بقى. صح، هلأ على عيني شواربك. صباح الخير أبو سمير. أهلين. شو هاي أهلي؟ وين حبيبي يسعد أوقاته؟ وين ليتي لوعيني وانتي نور عيني؟ وين صباح الفل والياسمين؟ شبك أبو سمير؟ خلاص أم السوس، كل ساعة وإلى صلاتها. خير شوفي، شايفتك مو على بعضك. شو مو على بعضي؟ شو كل بعضه بقرني شايفي، عم قلك ما في شيء خلاص. إيه بس مالك طبيعي، قلي شباك. إيه مو طبيعي، صناعي بلاستيكي أنا. خلاص عم قلك داي أخلاقي، تركيني خلاص، تركيني مسوس. حاضر رح أتركك تستفل. سامحك، انا قلت لك داي اخلاقي مشان تسليني مو مشان تنطبزي معي. واخيرا حكيت، قلي شو صاير معك. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا ام السوس، مصيبه مصيبه شايفه ستقع امامي وما عم بقدر امنعها، وحاولت كثير بس ما نجح. خوفتني. مصيبه شو؟ عمي مات. لا بس كانه مات، بده يتجوز. هلا فهمت عليك، خايف اذا تجوز تروح عليك الورثة، ما هيك؟ لا انا على قفا صباطي 200 ورثة، ما بتفرق معي، انا مو بعين المصاري. بتعرفيني انت ام السوس، اصلا لما توفى المرحوم الوالد زاد لنا مع عمي قرشين سامحته فيه. يعني هو بصراحة انا ما سامحته، طالبته فيه كذا مرة بس طناش، عمل حاله ما عنده خبر، وانا يئست قمت نسيته. الله يسامحه هالعمي، لك على طول بقول له لك يا عمي لا تكمكر وتخبي، صرف وعيش متهني. طلاش بفوتوا من هون بيطلعوا من هون. بتعرفي منين ركبتني هي عبارة عمره ما حدا يرات؟ من كتر ما زنيت على راس عمي لك صرف وحاجة تخبي، بكرة بعد عمر طويل بتموت وبتبلع لسانك، شو بفيدك؟ انت بتموت وبتعيش غيرك. لك لا صرف، جخ على هالعالم كله وعمره ما حدا يرات. طيب إذا مالك طبعاً المصريات، وين المشكلة؟
المشكلة إنه عمي بده يتجوز حماتي والتانية منشحة أكثر منه، اثنيناتهم طمعانين بمصاري بعض، إلا ما حدا منهم يبلع التاني. أكيد المبلوع رح يجي لعندي مشان يشتكي على البالع. عود عود يا نبيل وحل مشاكل بين البالع والمبلوع وما بينهما. واثنين بلاليع العيلة وقرايبيني ما بقدر صف مع واحد ضد التاني. شايف لك يا أم السوس المشاكل قدام عيوني من وراء هالجوازة؟ مالك علي يمين ليتخابطوا بالشحاحيط مثل ما اللي شايفك قدامي. أدي أكبر أدر. طنش فخار يكسر بعضه. هيك قلتك؟ إيه طبعا. طنش تعيش تنتعش. معك هاي راح نطنش وننتعش ونتتنندا. الثالثة صعبة علي. أحكي لك نكتة. إيه؟ في واحد وقف بتم الشارع عم بلعه. لك يضحك على أبو البلد وضحكي وعمره ما حدا يرد. ولي تذكروا أبو سمير وين رايح؟ بعدين بحكي لك. يحرق حريشك يا أبو سبيش وإنك ظريف. بلحظة بتنقلب من المقت للضحك ومن المزح للجد. ايه؟ نيال مرتك عليك. شو ها؟ مثل مالك شايف سيدنا؟ ألف مبروك، بشرفي فرحت لك. الله يبارك فيكم ويطعمكم إلهي. معناها طلعت مزبوطة يا شغلة الجوائز تبع المحارم. أنا كنت مفكرة شغلة كذابية بيني وبينك، بيسووها شركات المحارم مشان يخلوا العالم تشتري على أمل الربح. وأنا مثلك كنت مفكرها سلبي بسلبي، عم طلعت مزبوطة، والدليل على إنه مزبوطة ليك هذا الإقرار اللي معكم سيدي. إيه، ألف الحمد لله. بس يعني ليش جايب لي إقرار دليل مشان صدقك يعني؟ إيه أنا بصدقك، تعال بشرني بالحكي بس. هو بصراحة أنا مالي جايب لك هالإقرار مشان تصدقني ولا ما تصدقني. لكن مشان شو جايبه؟ مشان تحفظه عندك بالمديرية. ما بتعرف استاذ، بجوز شي يوم اجي لابس قميص جديد، بنطلون جديد، صباط جديد، طقم جديد، تقول بينك وبين حالك اكيد هذا نبيل حرامي او تشك فيه. لا يا استاذ نبيل، معقولة انا شك فيك؟ امبوسيبل. اذا بشك انا بكل موظفي وموظفات المديرية، فيك انت ما بشك، ما بينشك فيك، انت فايش. يعني لو كنت انا فايز سيدي، بس احفظونا يا بارشي في المديرية. ما بتعرف الدنيا دولاب، انت اليوم هون بجوز بكرة يبرد تحتكم ويقحطوا لكم سيدي. ساعتها اكيد بده يجينا مدير عام جديد، وتعا بقى هذا المدير العام الجديد يقدر يفرق بين اللص والحرامي والمتشي. على شو عم تضحك سيدنا؟ عم بضحك على هالاقرار اللي جايب لي اياه. لا مو على الأخرى، أكيد عم تضحك على الفرق بين اللص والحرامي والمرتشي. ما علينا، هات لشوف احكي لي، ما طلع معك شي مبادرات خلاقة؟ أكيد عم يطلع كتير معي مبادرات، بلعي بيطلع من هون ومبادرة بتطلع من هون، بس بقدر أقعد؟ ولو تفضل. يلا وهي تفضلنا. عندك وقت تسمعني؟ احكي ولا يهمك، فوت لقلبي، فوت لروحي، فوت لحياتي. هات لشوف شو مبادراتك الخلاقة. هو يعني استاذ شوقي، انتو المدراء العامين عندكم وقت فاضي كتير، لا شغلة ولا عملة، ولما تكون تشتغلوا بتسافروا مهمات لبرات البلد وعلى قبض بالعملة الصعبة والعملة المستحيلة، وبيضل الشغل ماشي. بتعرف ليش؟ لأنه الشغل بالأصل ماشي على كتافنا نحن الموظفين. ولا تزعل مني، كل ما سافرتوا أكتر بيمشي الشغل أكتر. شو كمل ولا بدك تزعل؟ لا 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 ابدا، بالعكس ما في مشكله ابدا. احكي احكي وكمل، خذ راحتك، احكي بديمقراطيه وبشفافيه مطلقه. بصراحه اذا حكيت وشففت بدي غمقها، وبخاف اذا غمقت تزعل. لا 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 معلش، فوت غمق قد ما بدك. لا بلا ما غمق، بخاف اغرق. خليني على الفايش، على الفايش اضمن. بنرجع لمبادراتك الخلاقه، هات أعطني زيد. إيه، أول مبادرة في إشاعة بالبلد إنه بدهم يزيدوا المعاشات مرة تانية، بقى بمعيتك يا ريتك توصل لهم إنه بلاها. بلاها؟ شو هالمبادرة المو خلاقة هاي؟ لا يا أستاذ نبيل، بدك تزعل العالم منك؟
لا ليش ليزعلوا مني؟ ما أنا واحد من هالناس وبيهمني مصلحتهم. المشكلة إنه هدول الناس يا أستاذ شوقي مفكرين إنه مشكلتهم بالرواتب وبس. لا مو هي مشكلتهم، في عنا كم مشكلة صغيرة إذا انحلوا بصيروا أحسن من زيادة الرواتب. يعني إذا تحسن اقتصادنا، إذا ما خلينا القطاع العام يخسر، إذا فتحنا باب الاستثمار وجبنا المستثمرين الأجانب لعنا، إذا طورنا السياحة وزاد عدد السياح ببلدنا. صباح الخير أبو سعيد، ناموسيتك كحلي. إن شاء الله نمت منيح، نوم العوافي إن شاء الله. بدي أسألك، شو صار معك؟ لقيت لي شرة للأرض؟ إيه والله ماري نسي هالموضوع، طول الليل وأنا عم فكر فيه. إيه بس بدك تطولي بالك علي شوي. إيه ما بدي، قصدي ما بدنا نبيعها بسعر رخيص. إيه لا لا ما راح بطول، أنا مستعجل أكثر منك. إيه إيه ماشي الحال ماشي الحال، بس أنا هيك يعني عم ذكرك. بس لا تنسى عازمينك اليوم على الغداء، عم بستناك. لا 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 أبدا، بزعل كتير إذا ما أجيت. ماشي الحال، مع السلامة. يا سلام، مستعجل أكتر مني. إجيت ورنا جابة. ندفع حق مكالمة؟ إيه شغلة محرزة. اياك ضروري جدا. شو عم تعمل؟ لا 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 عاوزك هلا هلا. ايوه اوعى تاخر علي، اوعى، عم استناك. الله معك. هلا انتو ما بدكم تتحسوسوا وتخبروني ايمتى هذا عديل الزفت بده يجي؟ هالبوكسيل بدي اقدحوا ياهم على الريق، رح يبردوا. روي ابو سمره روي، والله ما حلو انتو مكشر، ما رح يداوم قبل ما تخلق اجازة دوال ست ايام. هلا اللي بيتجوز بيعطوه اجازه ست ايام؟ لك. واللي بيتجوز تنتين بياخذ ستتين؟ احسنت. واذا تجوز ثلاثه؟ بيعطوه ثلاث ستات. طيب واذا تجوز عشرة؟ بيعطوه عشر ستات. انا يعطوني العشر ستات ورجعوني عزابي احسن لي. الله عليك يا ابو سمير ما لزك. شو قلت؟ قلنا مقلزك، شو في هي كمان؟ شو في مقلزك؟ شو شايفني طبخانة؟ لك عيب عليك، بيقولوا الله عليك يا أبو سمير ما أطيبك. مزبوط؟ لا مو مزبوط، شو حلو أنا، بيقولوا الله عليك يا أبو سمير ما أروع. إيوه ما أروعك بيقولوا. مزبوط. إيوه. لك صحيح أنا اليوم مقهور وضايش وواصلي معي لهون، بس علي ما علي ما بكون أبو سمير إذا ما بخلي كل المديرية تضحك. ما أسألك. لك إذا مقهور وإيه؟ لك شلون ما يكون مروق؟ قالوا لنا ليش عم تضحكوا لنضحك معكم؟ حكى لي نكتة بتفرج. احكي لي يا الله يوفقك. ما بقدر احكي لك اياها، بقدر احكيها لصفاء بس إلك لا. وليش وقا لم تحكيها وقلي لا؟ لأنه هي متزوجة وانتي لا. عن إذنك لحظة واحدة. ألو أهلين أستاذ. إيه إيه أستاذ جاهز، هلا ببعث لك يا. إيه حاضر أستاذ، أنا رح أجيبه. حاضر، مع السلامة. عن إذنك لحظة واحدة، ما بتأخر. لحظة واحدة. الله الله عبد الجليل، ممكن اسالك سؤالين وتجاوبني عليهم بصراحه؟ تفضلي تفضلي. يعني حضرتك ما زالك متزوج وعندك اولاد وحياتك الزوجيه مستقره، ليش بدك تتجوز على مرتك؟ هيك الشيء بحب اسمع عنا. بالاول انا ما كان يطلع بايدي اتجوز، بس هلا بعد ما صمت شويه مصاري ليش لحتى ما رفع شبابي واتجوز؟ يعني بفهم من كلامك اذا صار معك مصاري كمان تتجوز وحده ثالثه ورابعه كمان؟ ليش لا ولو؟ تجوز أربعة كمان حقك الشرعي.
احسن لي. الله معك. واخذت له اياها لمدير الرقابه والتمبيش. مو بس هيك، وحطيت صوره من الاقرار عند المدير العام كمان. كمان لك بشرفك، مو ذكي انا مسوس؟ شو ذكي؟ قول انك عبقري، قول انه الله خلقك وكسر القالب. ايه ما في منك بنوب بنوب. لك يا عمي اللي ما بيحسب ما بيسلم، هيك بكون حميد حفيد 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 بيت شقتي ابو. شلون بقى؟ اسمعي بقى لاشرح لك. انت بتعرفي انه هلا عم يلاحقوا هدول اللي سارقين مئات الملايين، ولبين ما يخلصوا منهم بدهم كذا سنه ليخلصوا. بس يخلصوا من اللي سارقين مئات الملايين رح يلاحقوا اللي سارقين عشرات الملايين، كمان بدهم كذا سنه ليخلصوا منه. بس يخلصوا من تبع عشرات الملايين بدهم يلاحقوا اللي سارقين ملايين. بدهم كذا سنه ليخلصوا منه. بعدين بيوصلوا بقى لعند اللي سارقين الوف وبيلاحقوه. ساعتها اذا ما كنت حامي حفيد 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 بيت شقة يابو، ايه بتجرجر على المحاكم وهو بريء. اهلين ابو صلاح. خير ابو سعيد، ليش طلبتني على جناح السرعه؟ انا كلمه للدين. للدين اخي، للدين، ما معي مصاري منه. لك طول بالك عني شوي، انا ما راح باخذ منك، بالعكس راح اعطيك. اذا هي خسها تديبه الف خسها. لكان خلينا نفوت لجوا لنحكي على ركونه. يلا تفضل. اشلاح من رجلك ابو صلاح وتفضل على الصدر. من رجلي ما راح اشلاح. اعود نقدر اقول لك. خير ابو سعيد؟ شوفي بالاول بدي اقول لك اني قررت اتجوز عن قريب. شو هالحكي، معقول؟ وليش مو معقول؟ لانه كل ما كنت اقول لك اتجوز كنت تقول لي جواز بكلف ومسؤوليه ووجع راس ومصاريف الها اول ما الى اخر، فشو يلي غير رايك؟ غيرته. عندك مانع؟ بالعكس، بفرح لك اذا تجوزت. بس مين هي صاحبه الحظ التعيس، قصدي السعيد؟ حماته لابن اخي. اها، إيه هيك قول من الاول. هلا عرفت شو اللي غير رايك. المهم هلا خطيبتي عندها كام دنم مرتبين بدها تبيعون، وبدك تلاقي لي شرب اسرع وقت. ليش لتلف وتدور وتوجع راسنا على الفاضي؟ اشتريهم انت وخلصنا. ما بقدر اشتريهم، ما بدي اياها تعرف انه معي مصاري، بعدين بتطمع كثير بعد الجواز. طيب انا بشتريهم. بتقدر؟ قديش تقريبا بيطلع حقهم؟ فوق العشر ملايين. ابو سعيد الك ولا للديب؟ للديب اخي، للديب. لا بديناك ولا بديني، لا الي شره براني، وعمولتك محفوظه وعليها حبه مسك. ماشي الحال، وين صايره الارض؟ هلا باخذك وبفرجيك عليها. تفضل استاذ. وهاي المعامله، والموظف حط الختم بجنب التوقيع، وهاي الاربعه بسنه. فرجيني لشوف. يا سلام، هلا معاملتك صارت نظاميه 100%. توقيع نظاميه، كل شيء فيها نظامي. امتى ما حبوا يراجعوا هالتوقيع 100 اهلا وسهلا، لا غبار عليها. لا تواخذني اذا عصبتك شوي، بس النظام علينا وعليك. هلا بوشك لعند الانسه سوسن. وين الاقيها؟ بهالمديريه، احلى موظفه بكل هالمديريه. قلت لمرتي اني صبحت بحيه، ما صدقتني. السلام عليكم. وعليكم السلام. صب لك شاي. لا تصطفيل. ايه رانيا، وقد ايه جبتي؟ بشرفك. بتعرفي حنان جايبه مثله بالضبط، بس اغلب 500 ليره. ايه هي ما بفوت الا المحلات الغاليه، دائما بضحكوا عليها. جيبي لي مثله بالضبط حبابه. اسمعي بعدين بحكي معك. يلا باي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. قالوا لي المعامله عندك. أزين وحدة بالمديرية الأستاذة سوسن، صحيح؟ مزبوط. أنا هات. توقيع مين هذا؟ توقيع الأستاذ اللي بالمكتب اللي عليه صار. فايز عبد السبيع دنقر؟ اسمه فايز، بس أنا أسميه أبو سنة. رجال عنده، وقل له يكتب اسمه الثلاثي قدام التوقيع، لانه في تعليمات هلا اي موظف بده يوقع على اي معامله لازم يكتب اسمه الثلاثي. تفضل. بس حضرتك قلتي اسمه الثلاثي هسا. ما المهم انا اعرف اسمه، المهم اسمه ينحفز بالمعامله، مشان اذا صار ما صار تنحسر المسؤوليه وما اوقع انا بسين وجي.
مشان الله يا عالم فهموني يا ناس، شو اللي بيصير بالمعامله بالايام؟ هذاك نشف ريجي ياخذني على المديريه ويرجعني على المديريه وفطيني. انت مو صحيح تشوف احلام، انا شفت الحنش، شفت الحرطون، شفت الحيه، وش بدك لك اكثر من هيك؟ نشفتهم ريجي، نشفتهم ريجي. اسمعي شوي، قرقتنا ها كمان مواطنه مثلك مثلها، بتروحي لعند واحد هون اسمه انيس ابيضاني وله سكسوكه بيلبس كزلك وسعيد بتعطيها خليه يوقع عليه. لك اضحكي اضحكي خلي بال السن. اسمع ما رح وقع، يعني ما رح وقع. بتروح لعنده بتخليه يكتب اسمه ثلاثي على المعامله. انا مالي مسؤوله وما بحط حالي بالمسؤوليه، ما خسران شيء. روح على السريع وتعال. يعني ما رح اخليه يكتب اسمه الثلاثي، بس رح اخليه يكتب اسم امه وجدته وجده كمان. لك تعال معي، انت مين ما قال لك روح بتروح؟ تعال تعال، مالك شخصيه مالك كيان. لك يا عمي انت مواطن. ما بوقع ما بوقع، بدي فايز يكتبها بخط ايده. ستي بالناقص من توقيعك، انا رئيسك المباشر وبحق لي وقع عنك. وحي الله. هاي توقيعي. بعد اذن شو واربك يا استاذ، اسمك الثلاثي بجنب التوقيع. مو سئيل هذا، مو سئيل. حاضر. هاي نبيل عبد الرحيم شقة يا ابوه. مين اللي شق ثياب استاذ؟ خلص بعدين بحشي لها. شو دخلش سيش؟ روح ليه. يلا الله معك. لك شو عمل في شيء؟ انا شو عمل في شيء؟ شو بدك تعمل يعني؟ علي ما علي، علي ما علي، ما في معامله من هلا ورايح الا ما وقع لك اياها. كنت بدي ادعك بوكسر لك من خارج، بس شو بدي اساوي؟ هو صحيح الهوى غلاك.